بمدبولي جدا بعيوبه. هو عنده عيوب؟ مش بخيل. طب وايه يعني الحكيم بخيلا؟ هو كريم في فنه، مش مهم اي حاجه تانيه. ولا اذا كان ده حقيقي ما توقعنيش مع الاستاذ مدبولي. لا هو بيحصل ايه يعني، انا في رايي ان دي نجوميه. يعني عادل امام نجم، ونجم كويس جدا، وكل الجمهور بيحبه اكيد يعني. عبد المنعم مدبولي لون تاني. عبد المنعم مدبولي يفكرنا بايام الريحاني، يعني الجمهور افتقد اللون ده. عبد المنعم مدبولي عنده اللون ده، واي حد عمل اللون ده اللي هو المواقف الانسانيه الساخره التراجيدي، اي حد عمل اللون ده بدون ما يشعر كان بيقلد الريحاني. عبد المنعم مدبولي لا، بيعملها بشخصيته هو، لان هو فيه ده، هو موجود عنده ده. الناس اللي متعطشه للون ده هو موجود عنده من غير تقليد، يعني ما بيقلدش. بشخصيته هو، ببصماته هو، عمله. انا مش بقول عيب ان حد يقلد الريحاني، لان الريحاني ده مدرسه. اي حد عمل اللون ده وقلده معلش، لان ده شيء عظيم ان اي فنان يقلد مدرسه. لكن حلو قوي ان احنا في زماننا ده عندنا عبد المنعم مدبولي. ده عنده غنوه في مولد يا دنيا. الغنوه دي رهيبه، انا بموت في الغنوه دي. اللي بتقول ايه؟ بتقول زمان. فاكرها غناء؟ لا، ما حدش يقدر يقديها زي مدبولي. ابدا. لما تجيب مطربه او مطرب مش هيغنيها زي مدبولي. انا بقول الكلام ده صوته من فضلك وانت بتغني. لا انا يعني ايه؟ انت بتأدي. بتقول لي غني. لا انا بقول انت بتأدي، يعني بتغني وبتأدي في السينما. في اغاني تعبيريه ما يقدرش يأديها المطرب، يأديها الممثل. اغاني تعبيريه لا يؤديها الا الممثل. امال ايه؟ برافو. يعني ايه؟ ممكن مطرب ما يقدرش يأدي الاداء اللي اداه الاستاذ مدبولي. لان ده اداء تمثيلي عظيم خطير. ده كان بيعمل بحه بصوته ما سمعتهاش قبل كده، ولا في الاجانب يعني. ده حقيقي ما سمعتهاش في اي حاجه. وبعدين الغنوه نفسها غنوه متكامله، كلاما لحنا اخراجا وطبعا اداء الاستاذ مدبولي. يعني غنوه تحس انها مدروسه، معروف هتتعمل ازاي. وهو قد كده حس بالغنوه دي وطلعت معاه حلوه جدا. لما كنت اقف قدامه على خشبه المسرح حاسه ان في احترام للمسرح، في احترام للزماله، في احترام للجمهور، وده اهم شيء. طبعا في بعض الممثلين تقف قدامهم وانت مكسوف شويه، لان البعض ده طبعا يعني ما يهموش غير ان يضحك الجمهور، وممكن اي كلمات تتقال. عشان طبعا بينسى تماما ان في انسه او سيده موجوده على خشبه المسرح. فده غير بقى احترام الجمهور نفسه. فطبعا الاستاذ مدبولي طول عمره فنان محترم ويحترم ده. انا بيتهيألي ان مفيش حد ما بيحبش الاستاذ مدبولي، ما افتكرش. انا كنت كل ليله قبل ما انام بصلي له. يمكن هو كان في لندن اياميها وانا كنت في مصر، كنت بصور للتلفزيون هنا. ففعلا كنت كل يوم بالليل قبل ما انام بصلي لعبد المنعم مدبولي، لان هو انسان عزيز عليا جدا جدا جدا، وهو برضو يعزيني جدا جدا جدا. صحيح احنا ما متقابلش كتير، بس مش ضروري الناس تتقابل عشان تبقى فاكره بعض.